ماشي. طب صحيح ده ولا انا بحلم؟ سي خميس اقرصني علشان اتاكد ان الكلام اللي بيحصل ده كله بصحيح. يا بت ما انت شايفه وسامعه بعينك اهو. ايوه بس مش قادره اصدق ان دي الشقه اللي هعيش فيها مع افندينا. يا بت بقى بطلي هبل بطلي هبل، فوقي بقى وصدقيني. قلتلك صدقيني وانت ما كنتيش مصدقاني. ده انت من ساعه ما ندهتلي سبت اللي في ايدي كله وجريت، حتى ابو سن سبته نايم وخرجت. انت عملت فيا ايه؟ وانا من ساعه ما شفتك وانت مخيشه في نافوخي على الاخر، مخيشه في نافوخي على الاخر. لكن اعمل ايه اعمل ايه، كان نائح عليا قوي. هو ايه ده يا اخويا؟ ضميري ده تديله بالجزمة. حاولت حاولت ياما، ياما انت مهما كان برضو مرات الخيال. ده انا من ساعة ما شفتك وانا مش طايقة لمسته على لحم السرير. سكاكين سكاكين بتقطع في جدتي. الأوضة بقت سجن يا سي خميس. احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين نخلص من الليلة دي نضيف نضيف. تخلعي منه نضيف نضيف، ونوصل الود اللي بيني وبينك نضيف نضيف، عشان انا راجل احب الشغل يبقى نضيف نضيف. احب الشغل يبقى ايه؟ نضيف نضيف. ويتوب علينا ربنا. سهلة، انت تطلقني منه وتتجوزني انت، وانا اعيش خدامة تحت رجليك. هيحصل هيحصل، بس انا اصلي لسه خارج وبلطش في الدنيا، وليا اعداء ياما واقفين لي زي اللقمه في الزور. اولهم الواد براء ابن نوح، ولازم نخلص منهم عشان نبتدي نوصل ودينا نضيف نضيف. صح، خلاص ما توزع عليهم راجل من رجالتك يخلص عليهم، وبعدين انت ما اكتر الرجاله اللي تعوز تخدمك. بس ده غشم، ده غشم، وانا ماليش في الغشم. انا عندي ترتيب تاني وممكن انت اللي تساعديني فيه. وانا ملكك وبين ايديك. هيحصل هيحصل. هو انت على طول مستعجله كده؟ بالهداوه بالهداوه عشان ناخد دورنا. خلاص اؤمرني وانا نفس. انا عايز مطره مرات الواد براء تبقى في حبك، وانا مد ايدي والقفه، ويتوب علينا ربنا. ايوه بس انا هجيب لك مطره دي منين؟ اه صحيح، تجيبيها منين يا شوق؟ تجيبيها منين يا شوق؟ تجيبيها منين يا شوق؟ حنتومه. ده حنتومك انت. ده حنتومك وانت الصادقه. يتوب علينا ربنا. يا استاذ استنى، يا استاذ استنى، رايح فين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت اخدت كده ازاي؟ وايه اللي في ايدك ده؟ والله يا استاذ غصب عني، ده قال انه جاي معاك وزقني وراح داخل عليك. هنقعد نرغي طول الليل يا متر، ولا اخش في المفيد ونخلص؟ روح انت دلوقتي يا نوفل. حاضر. واقفل باب وراك. حاضر يا استاذ. نعم، عايز ايه؟ مش انا اللي عايزه، المعلم هو اللي عايزه. معلم مين؟ مش عارف المعلم مين يا متر. ومعلمك عايزني في ايه؟ لما تروح له هتعرف. اروح له فين؟ طب كتف المصلحة عقبال ما اجيلك. يلا سلام. شفاعة؟ على فين يا ست الكل؟ انت مالك انت على فين؟ انت بتراقبني ولا ايه؟ ولا براقبك ولا بتدخل في اللي ماليش فيه. انا كنت بقضي مفتاحة للمعلم فشفتك، قلت اطمن يمكن عايزه حاجه كده ولا كده. لا مش عاوزه حاجه، انا كنت بزور واحده معرفه وخلاص. ماشي، انت رايحه ولا راجعه يا ست مطر؟ خليك في حالك. حلو قوي الكلام ده. الحساب يا ابني. مش ده اللي انا كنت منتظره منك يا خميس. اللي عايز ينجح ما يبصش لورا ولا يدور في دفاتره القديمه. أنا زحت النوح من قدامك في السوق وكبرتك عليه. اطمعش بقى في أكتر من كده. ده مش طمع يا باشا، والله ما طمع. ده استرداد حق.
هبقى كبير ازاي وانا مش عارف ارد حقي؟ شوف يا خميس، اللي عايز يكبر مش لازم يستهون باي حد قدامه، لازم يقيس قوته كويس عشان يعرف يتعامل معاه. وخلي بالك ان النوح ابنكار فاهم الشغله كويس ومفطب ولاده وعنده عزوه وعنده رجاله، يعني مش سهل. طب يا باشا، هو مش فيه لمؤاخذه يعني خرفان بتترمي للحكومه؟ بس النوح مش واحد منهم. ما انا ما كنتش واحد منهم وعملها معايا. ما خد جزاته، وانت شفت انا عملت فيه ايه. باشا انا مش عايز حد يزحمني في السوق. مين ده اللي يقدر يزحمك في السوق وانت هتبقى جوز بنتي؟ يتوب علينا ربنا. ما تسمعلوش المره دي يا خميس، العمروتي عايز يكسب الكل ويامن نفسه. سواعي اسمع له وسواعي ما تسمعلوش. حيرتيني يا حاجه. لا حيرتك ولا حاجه يا ابن بطن. الصح انك تسمع للكل وتاخد اللي يفيدك. العمروتي عايز يجوزك بنته، قلنا وماله، ألف مبروك. لكن يحط لك النوح قتب ورا ظهرك، ده اللي ما يلزمناش. وكمان عايز أقول لك حاجة، السوق زي المخدة ما يستحملش اتنين حلوين. السوق زي المخدة؟ إيه البق ده؟ حلاوتك يا حاجة. إياك تكون فهمتني وقريت اللي في دماغي. قريت قريت قريت. بقى العمروتي الباشا عايز يرميني في السوق ويكبرني، بس في ذات نفس تلك الوقت يحط لي النوح على الخط كده يسخن بعبع يخوفني بيه، على اساس لو انا قلت معاه وما سمعتش كلامه يقول له يسخن فتلم انا بقى واسكت. قال يبقى لازم تخلص من النوح يا خميس. طلب البضاعة كبير. دي مش طريقة دي معلم نوح. ما انا جاي لك اهو بمزاجي. الراحة الراحة يا متر، دي مجرد اجراءات امنية. هي دي برضه الاصول يا معلم نوح. ما قلنا اهدى على نفسك شوية لا تقلق عرق. انتوا عايزين مني ايه يا معلمين؟ كل خير. مش باين. شوف يا متر، انت لو نظفت ودانك وسلكت مخك اخرتها هتبقى خير ان شاء الله. بس انت ما تقاطعش. بدران انت راجل عملي وده اللي بيعجبني فيك، عشان كده انا هخش في المطلوب دغري. انت تلزمني يا بدران. اشمعنى؟ انت هتستلوح من اولها ولا ايه؟ ما كلام المعلم واضح زي الشمس. ما انا بحاول افهم الشمس دي بتطلع منين يا معلم راء. ما انت لو كنت صنفرت دماغك كنت فهمت شمس بلادك تطلع منين. انت هتاخد قد ما بتاخد عند افندينا تلات اربع مرات. ومن غير ما نعرف هو كان بيديلك كام. يعني انت اللي هتحدد وانت اللي هتورزق. شفت بقى يا متر، احنا عايزين نعمل معاك الصح ازاي. طب يا معلم، لو عندك قضية هات لي ورقها دلوقتي وأنا هدرسها. أنا لو عندي قضية كنت جيت لك مكتبك بنفسي، ما كنتش هجيبك لحد هنا ولا مؤاخذة بالطريقة دي. خليك دغري يا معلم زي ما قلت. أنت لو لفيت الدنيا دي كلها على كعوب رجليك عشان تلاقي ناس سالكة زينا مش هتلاقي. إحنا علامة مميزة، المعلم النوح وولده. اوعى تفتكر ان انا زعلان منك عشان طلعت افندينا من قضيه قتل ابن الشهيد. بالعكس، انت اديتني فرصه اخد طاره بايدي مش بايد الحكومه. انت عايز ايه مني بالظبط يا معلم؟ رقبه افندينا. انت لحقتها قبل حبل المشنقه. المفروض بقى كمل جميلك تسلمها لي. مش هو ده برضو العدل يا متر؟ أنا
انا مش قادر افهم انت ازاي مأمن لراجل زي ده. ده كلب افندينا يا حاج وعمره ما هيبيعه. لازم يبيعه، لازم. احنا في خطر يا براء، ولو اللي في دماغي ما ظبطش كل حاجه هتضيع مننا. نفسي افهم انت قلقان من ايه بالظبط يا معلم. ما ترسيني معاك على الحوار وتدخلني معاك في الصوره. انا حاسس ان الباشا هيسلمنا الخميس زي الخفان، وانا مش ناوي ابدا اناولها له. عشان كده لازم نحصن نفسنا قوي قوي قوي. طب ما انا قلت لك الكلام ده من بدري يا حاج، انت اللي ما سمعتش كلامي. انت عملت ايه في حوار بنته؟ بنته؟ ما انا سبتها زي ما انت قلت لي. لا معلش، رجع لها تاني واستمر. بصراحه انا ما بقتش فاهمك يا حاج. شويه تقول لي سيبها وشويه تقول لي ارجع لها، هي ايه الحكايه بالظبط؟ يا دي افهم بقى، بنته دي هي الشوكه اللي هنحطها في زوره. لو بعنا لازم ترجع لها تاني بس تحت عيني. يعني ارجع ادوس بنزين من تاني؟ بس دي ما تنسكش اللعبه التانيه. لعبه ايه؟ الرمانه. رمانه. رمانه. خشي اللي برا. اديني خشيت اهو اللي جوه. ايه يا توره؟ مش رايحي نفسك شويه يا حبيبتي؟ قدامي موضوعين بنزلهم عشان نصورهم، انا عارفه ان اللي معاك خلص وده الموسم. حلو. شوفي بقى، الامتحانات دلوقتي بقت على الابواب، وانا عايزك تركزي عشان تفهمي دروسك اللي قدامك دي. ما تخافش، انا تمام وبقيت اقدر اطبق يومين ثلاثه. يا سلام. طب ما عملكيش شويه قهوه؟ ما تعمليش حاجه، تصدعني وخلاص. شكرا يا بابا. العفو يا بنتي، ربنا يقويك على اللي انت بتعمليه. بصي انا قاعد بره، لما تخلصي اللي بتطبعيه